بتصلكم بلا هون شي جمعه عشان لحد شو عبده موجود والله صاحبين الخير ابي شغلوا جبوبهم اذا اشكي كهرباء واذا ما اشكي كهرباء لا مدرسه لا ماي ولا اذا عندهم ولد شغلوا ومن عبي ماي بهلا وهلا مسافرين على طيب وين يعني هلا هاي يعني شلون انتوا عم تعملوا هذا الشيء بغير احياء عم تكفي هاي المي بتحققون؟ عم ندرب عليها بس للوضوء او لاضياف الحاجه ولا الشرب. طيب ايش سبب قطع المي؟ ما حدا قال لكم ما اشتكيت ولا حدا؟ لا والله ما بتعرفوا انا اشتكيت. طيب ايش بتوجه رساله للي عم يسمعوك او معاناتي كان بالمي ولا بالكهرباء ولا باي شيء، اي رساله بتحب توجهها؟ أنا ما بقول لك الخير عن العالم وبتمنى انه يدير برا المي لا يصرف فيها كثير بس